بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهدى الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعه بإحسان يوم الدين. مهارة على الماشي، مهارة اليوم مهارة جميلة جدا ومتميزة، البعض بيجهل وجودها في برنامج الورد، وهي كيفية إنشاء رسم بياني بجميع خطواته في هذا البرنامج المميز. تعالوا بنا نتعلم هذه المهارة. بافتراض أن حضرتك عندك بيانات جدول والمراد تلخيص هذه البيانات في صورة رسم بياني، كل اللي على حضرتك انك هتذهب الى تبويب انسرت، ومن تبويب انسرت هتختار شرط على هذا النحو، ثم بعد ذلك تبدأ تختار نوع الرسم البياني المناسب من القوالب التمبلتس. هل انت عايز اعمدة ولا خطوط ولا دوائر ولا مساحات ولا ولنكن هنختار اعمدة، البعض هيختار بيج دائرة، نختار دائرة على هذا الشكل او هذا الشكل، انت صاحب الاختيار. ثم تضغط على زر اوكي فيتم استدعاء برنامج اكسل داخل برنامج وورد وظهور صفحة او شيت ورقة عمل هتسمى شرط. من خلال شرط هنقدر نحدد هذه البيانات ونقوم برسمها على هذا النحو. ثم بعد ذلك هترجع تاني لصفحة الورد على هذا النحو. ايه البيانات اللي انت عايز تعمل بيها رسم بياني؟ والله انا عايز عمود الاسم، ادي الاسم، وعايز شهر فبراير وشهر مارس وشهر ابريل. هتقوم بتحددهم وتضغط كليك يمين عليهم ثم كوبي، ثم تبدأ تحدد لي نفس عدد الاعمدة، ادي الاربعة اهوت بالخمس حاجات. وبعد عملية التحديد الصحيحة هنضغط على بيست فيتم ادراجها في ورقة العمل وبالتالي ظهورها داخل برنامج الوورد. ثم نقوم بإلغاء البيانات الزيادة عن طريق تحديد العمود ونختار ديليت على هذا النحو. ثم بعد ذلك تقوم بغلق برنامج الاكسل، نغلق برنامج الاكسل فنجد ان البيانات كلها تم نقلها في صورة رسم بياني داخل برنامج الوورد. ادي طارق النجار، وادي مدحت الزيات، وادي ابراهيم حسين، وادي الشهور الموجودة قدام حضراتكم. هتقول لي والله انا عايز اغيرها من دائرة الى اعمدة، هقول لك حدد لي الرسم البياني، حدد الرسم البياني ثم اذهب الى تصميم ديزاين، ومن ديزاين تقدر تغير شكل الرسم البياني، اختار اي شكل يعجبك، مفيش اشكال عجبتنا، هختار حاجة اسمها تشينج شرط. طيب غير لي النوع، خلي النوع اعمدة عادية، وبعدين قول له اوكي، هتجد انها تم تغييرها اهوت. ادي كل شخص من الشخوص، ادي فبراير مارس ابريل موجودين، وادي البيانات. هتقول لي والله انا عايز اغير البيانات، عايز الاسم فبراير فقط، هقول لك اضغط لي على ايديت داتا، اضغط لي على ايديت داتا، ومن ايديت داتا من تبويب ديزاين هنقدر نحدد الاسم فبراير فقط. يبقى انا عايز ادي الاسم فبراير فقط، هما دول اللي انا عايزهم. يبقى هقوم مثلا بالغاء دول على هذا النحو، احددهم واضغط كليك يمين على هذا النحو واقوم بغلق النافذه، هنجد ان تم التعديل فاصبح في شهر فبراير وفي الاسماء فقط. عايز تغير شكل الرسم البياني، والرسم البياني محدد وانت في تبويب ديزاين، خليه ثلاثي الابعاد 3 دايمنشن اهوت، نشوف كده بقى 3 دايمنشن. عايز تنسق الرسم البياني، اضغط كليك يمين وابدا اختار التنسيقات المختلفة عن طريق فورمات للشارت اريا. عايز تغير الرسم البياني للعمود، اضغط كليك يمين واختار فورمات داتا سيريال، وغير اللون وغير طريقة العرض زي ما حضرتك عايز. بعد ذلك احفظ العمل الفني الخاص بيك. اتمنى اكون وفقت في شرح هذه المهارة. تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.